اخويا انا انقطعت من 2010، هاي من 2010 دراجة ما يمشوني. ليش ما اعرف؟ يقولوا عندك تزوير. ايش من تزوير؟ ما اعرف. ترحم والدك بلكي يشوف لي هذه الشغله. والله لا راتب لا رعايه، كل شيء ما عندي. الله وكيل، مهم كفيل. يعني انت شنو قبل تستلم راتب؟ شنو ب 2010 استلم، من جاء سامن نجفي انقطع راتبي. هاي من 2010 انا راجع، الله وكيل. ايش قالوا لك الموظفين؟ ما يمشوني، يقولوا من بغداد. قالوا لي سوي طلب على بطاقه ذكيه مالت هوك. والحد الان ها شهرين ما جاء كل شيء عندنا. يقول له البريد كل اسبوع اراجع البريد. والحد كيف تعامل الموظفين وياكم؟ معامله جيده جدا، خوش معامله. بس انتم شو تطالبون؟ احنا نطالب على المود بالبيدوك البريد. يجون الدائره هنا يسوون حسب الحد الان، نبصم ما لا راتب ولا كل شيء. سوينا معامله كملنا وهم ما جاء اسمنا. وهسه عندك حاسيبه ما ادري شو يجاوبونا ما اعرف. بس شو طالبين؟ نطالب شوف شنو السبب، يعني ما يجي ليش ما يطلع راتب؟ احنا هنا في دائرة المرأة، دائرة الرعاية الاجتماعية في نينوى. لحد الان نستقبل عادي المراجعات والمستفيدات من المطلقات والارامل والمعوقات. حاليا نحدثهم لحد الان بيانات، اكو بعد لحد الان ما كنا نسوي بيان سنوي. فدا يجون المراجعين ونستقبلهم اعتيادي ونحدثهم بيانات. واكو منهم عندهم مشاكل، يعني مثلا بالحاسبه يكون اسمهم بالحاسبه، دا يطلع لهم تدقيق افراد اسره، نعطيهم كتاب من النفوس، يجيبون كتاب من النفوس على ضوء هذا الشيء، بعدين يعني يقعدوا يسلموه للدائره من. والحمد لله العمل ماشي، ولحد الان نحدث البيانات المستفيدات وبدنا نستقبلهم برحاب الصدر وبدنا نمشي امورهم ومعاملاتهم. كم معاناه هنا بالدائره؟ والله بس حاليا معاناتنا انه يعني شوف الوضع قدامك، يعني قرطاسيه نعم نوعا ما قليله عندنا، ميوزه ما عندنا يعني نقعد عليها، كراسي يعني هاي المعوقات اكثر شيء. وبالنسبه لاكثر بعض المعوقات انه بعض المستفيدات انه يسلمون يعني مثلا موبايل غلط، فيؤمن المعاناه انه مثلا نخبرهم يطلع البحث عليهم كشف ميداني فيتصل بهم يشوفوا ان الموبايل ما لهم مقفل. بدايه المراحل الاقامات المواصليه سباقه الى كل الاهداف. الحقيقه نحن قاعد نعاني من كثير شغلات بالدائره، اولا ضيق المكان بالدائره وكثره المراجعين، وهذا قاعد يسبب خلل بالمراجعين وتاخيرهم، لان المكان ضيق. قاعد اشوف عينك افتريت، نحن اربع خمس موظفين اذا ما اكثر بغرفه واحده، دائره مراه تعداد المستفيدين منها 60,000 مستفيد اذا ما ازيد، نحن كلتنا بهاي الغرفه قاعد نشتغل بها. وعندنا قبل ما قلت لك معاناتنا كثيره، يعني مثل هذا تحت وضعتنا نحن قاعدين، شعبه الحاسبه وشعبه البحر وشعبه الاضابير والكل بهاي الغرفه، غرفه اثنين في ثلاثه. يعني نصفط الفايلات واحد، ما عندنا مجال الفايلات، ما عندنا مجال الحاسب، موظفين ثلاث موظفين يفوتون بغرفه واحده تتخبط الغرفه، اربع خمس دوائر بدائره واحده، هي الدائره اللي هي روضه الرجال الثانيه. دائرة قروض، دائرة تشغيل وقروض عفوا، صحة وسلامة، البيئة، كلها موجودة بهاي الدائرة. إمكانيات جدا ضعيفة لنا. ونحن قاعد نقاتل بهذا كأنما قتال، يعني مراجعين ما يعذرونا. يعني هي عدة أسباب، وقوف مال راتب قد يكون غير محدث يحتاج التحديث، انه يجيب لنا المستفيدة فايل،
أو تدقيق أفراد الأسرة اللي يتضمن صورة قيد اندزة للنفوس أو شهادة الوفاة في حالة كون المستفيدة أرملة، أما في حالة كون المستفيدة مطلقة قرار طلاق من القاضي بختم يعني تاريخ حديث حتى أنه ديمشي، وإضافة الأطفال بالنسبة لهويات الأطفال، ودي يعني يصير بعض بسبب الأحداث اللي صارت يعني يوجد يعني بطاقات ذكية مزورة، يعني هاي ما تمشي. يعني هسه الأخ هنا من راجع طلع على سبب خلل في البطاقة الذكية، في تشيك البطاقة الذكية، فهذا أصلا اسمه ما موجود، أو يعني كنت سواها يعني بوقت داعش، فما يمشي.